Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan contoh bacaan dan tata cara sholat jenazah untuk menyolatkan satu orang jenazah perempuan dengan lagu Ros. Yang pertama, diawali dengan niat sholat satu orang jenazah perempuan. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض كفاية مأموما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian merupakan contoh bacaan tata cara sholat satu orang jenazah perempuan dengan lagu Ros. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.